خطوبة؟ خطوبة ده يا جدع انت؟ الله، تعوزني في شبت دي انزل عشان اشتري في البلنتاين دباديب لخطيبتي؟ يا معلم، هو احنا هنوقف الجواز عشان خاطر الدباديب؟ بلاها الدباديب. ايوه، هات لها ارانيب. ماشي. طب نسوين لما يسالوني راح فين يا زهري؟ اقول لهم رايح افسح خطيبتي؟ دول كانوا كلوني. دي فترة وهتروح لحالها يا معلم. البنت برضه بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي؟ بالصلاة على النبي. بنحققها انها تعيش مشاعرها زيها زي اي بنت خلقها ربنا. ربنا. وسمعني سلام. كتر الشطة تجيب بواسير. كتر الشطة تجيب بواسير. كتر الشطة تجيب بواسير. بواسير ايه؟ شطة ايه؟ ايه يا معلم؟ ما هو من حق البنت انها تعبر عن مشاعرها برضه. مشاعرها؟ ليه؟ هتجوزها لتامر ايه؟ حسني؟ انا اما احب اعبر عن مشاعر يعني عبر في اوضه النوم في مشاعر مش هتشطه اكتر من كده. انت ازاي تتكلم عن اختي بالطريقه دي؟ بس هسيبه مش خطيبته. بكره انت لما تتجوز هتعرف معنى المشاعر. يلا امشي بقى عشان اعرف اتكلم مع المعلم. ماشي، يلا امشي. ماله بيعمل كده؟ بيقلب الكلام في دماغه، اصل بياخد وقت على ما يفهم. ان شاء الله طلع لك. اه طبعا، مش عمو. اذا كان على منظرك يا معلم قدام الناس دي عليا، هنعمل لك فرح كبير قوي في الحته عشان الناس كلها تفتكر ان انت اتجوزت على طول. بعد كتب الكتاب ده عبر عن مشاعرك براحتك. ايوه، اظن الحق بقى ان انا اخد الحلاوه دلوقتي عشان انا كمان اعبر عن مشاعري. لا مش لما لسه على بر الاول يا اونكل. تخونت حبنا تفاحه، بعتني بالرخيص. ما كانش قدامي غير كده، العاصفه كانت اقوى مني، كنت لازم اعطلها. كنت فاهم ان حبنا اقوى من كل العواصف، وقدام عطيتي مره هتفضلي موطيه العمر كله. اللي زي زهني ده عايز جوازه في سريع البني، لما زهقوا يفضها سيره ويخلع. طب فرضنا زهني ده صبر وما خلعش، يصبر مين؟ ده انا هكرهه في عيشته، نهايته هتبقى على ايدي. استحسن، عشان ده لو ما حصلش نهايته انتوا الاثنين هتبقى على ايدي انا. للدرجه دي يا واد بتحبني؟ انت بتعمل ايه؟ انا هكون بعمل ايه يا باشا؟ بغير الانبوبه. فيها حاحا يرضيك كده لو الانبوبه فرقعت في وشنا؟ الله، في ايه؟ انت مش لسه مغيراها من يومين؟ ما هي بتخلص بسرعه عشان يعني بغلي الحقن. فعلا الغزة بيسحب حقن كتير. يا سلام. طب يلا يلا شيل انبوبتك من هنا ووريني رشاقه خطوتك. يلا اخلع. اشتريت معامله دي يا استاذ حاحا؟ ده انا برضه على بعض الله زي بعض. نعم اخويا زي بعض. انت هتعمل راسك براس يا معفن؟ غور يا غور، مش عايز اشوف وشك كده تاني. غور. الف مبروك يا عروسه، انا قابلت المعلم زوني تحت ووافق على الخطوبه. الف مبروك اختي، بقولها لك من كل قلبي. ما تقوليش كده، ده اقل واجب بين الاخوات. على شط بحر الهوى. لا لا لا، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ايه يا ولية منك؟ لا، ايه الغز اللي هيطق من عينيكوا ده؟ عايز تبقى مسخرة الحتة وتجيب التهزيق لنفسك؟ تهزيق ايه يا ولية اللي هزقه لنفسي ده؟ بتبص برا يا معلم، طب ما تبص جوه الاول. تخليف ايه يا ولية اللي انت بتقوليه ده؟ واحد بتاع انابيب جه وقال لي انك خطبت. لا يا حبيبتي، انا لسه هخطب، وبعدها البس دبل، وبعدها هفسح خطيبتي في جنينة الاسمان. لا وايه؟ هعزمها على كوكتيل من ابو 2 جنيه. طب هو احنا قصرنا معاك في حاجه يا معلم؟ بقول لكم ايه، اللي مش هتتعدل فيكم هطلقها واتجوز عليها. اتلموا اتعدلوا، جاكم البلا اله يجيكم يعصرتوا تسونامي ياخد اجلكم يمسحكم على وش البسيطه. الف الف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. بكره الحته كلها هتتفرج عليه. ايه؟ قصدي هتفرح بيه. الله يبارك فيك. اخبار مشاعر الموزه ايه؟ ما تقلقش يا معلم، هي البنت لما هتتعرف عليك هتقول لك ارحمني واتجوزني بسرعه عشان تعبر هي عن مشاعرها. يا ريت ال ماشي حسن. محفوظ، حقك محفوظ. ده النص، وبعد تسليم البضاعه النص الثاني. عندك ايه يا عم؟ ايدك فلوس. ايه يا باشا؟ ده المخدرات في بيتك. ايه دي فلوسه؟ ايه فتشوا المحل، ابو ده الراجل ده. ايه ده يا سعادة الباشا؟ يا سعادة الباشا، ده انا عمري ما شربت نفس مخدرات.
ده انت لو نفسك تاكل ملوخيه وحطيت قدامي كيلو بانجو وكيلو ملوخيه انا ممكن اطبخ لك البانجو على انه ملوخيه. خلصني، هتشهد ذهني ولا لا؟ يا سعاده الباشا، اصل سعادتك مش واخد بالك، ذهني ده مفتري قوي، انا خرفشه ضد، اول ما يخرج من السجن يقطعني يشرحني. خلاص، يبقى انت وهو هتشرفوا سوا في السجن، وهناك هيعلموك تفرق بين البانجو والملوخيه. ايوه صحيح يا باشا، ايه الفرق بين البانجو والملوخيه؟ مش ده عشب وده عشب ونفس اللون اخضر واخضر، بتعرفوها ازاي؟ خدوا عسكري. ليه ليه القلبه دي؟ خلاص يا باشا اشهد، اشهد ضده، بس قول لي اشهد بايه؟ ما قدرتش تستنى لما انا طفشه تقوم توديه في 60 داهيه؟ ده انا ودي نفسي في داهيه عشانك يا جميل. يا عم ازاي؟ ايه؟ ايه؟ وعرفت منين انك هتروح في داهيه يا حلو؟ وبعدين انتوا ما عزمتونيش معاكم على القعده الحلوه دي ليه؟ على الاقل كنت غنيت لكم سوبينا يا اسطى على كورنيش ناكل دوره ونشرب ومنجر. بقى كل اللي بتعمليه ده عشان الحوان ده، واني ماشي وراكي كل يوم وقطرك يطلع هو ده اللي انت قرفان عشانه؟ تمام خلاص يا استاذ حاحة، انا عازمه على ستيك. يعني سمك مدخن وكمان بتشربي سجاير يا فجره. ابقى اضرب لك سيجارتين مع السمك البونتي خليه يدخن وسمعني سلام اني اغرك 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 اغرك. لا لا عزيزي، النبي يا حرام، النبي يا حرام.